I'm gonna go to bed. مساء الخير واهلا وسهلا وحلقه جديده من خلال برنامج رايكم شباب نطلع عليكم دائما وردينا وياكم بثاني ايام الاسبوع ويوم الاحد واليوم ضيوفنا ان شاء الله راح يكونون داخل الاستوديو راح يكلمونا عن مواضيع تخص الشباب تحديدا انا ويا احمد اني مساء الخير عبد الله مساء خ... النور أه ليش من قال ثاني ايام اسبوع؟ الاحد الاحد اول يوم الاسبوع لا السبت اول يوم الاسبوع شلون؟ اللي مع اخر يوم الاسبوع لا يبا هذا خبرك رايح على السبت شنو؟ والاحد عنكبوت هذا شو علاقته باول يوم اسبوع؟ بدايه الاسبوع تكون يوم السبت، انت شنو قصدك؟ امس اول حلقه، اليوم ثاني حلقه امس سبت اي اليوم الاحد اليوم فا... اول يوم الاسبوع، احنا نبلش سبت اول يوم دوام رسمي يوم الاحد ولكن اول اسبوع السبت. You know آه. what I'm saying? No, this one old, too old. تغير انت تمشي على دوام الدوام يوم الاحد دوام رسمي مزان. لكن بدايه الاسبوع تكون يوم السبت صح إيه. ولا انا غلطان؟ حتى تغيرت السالفه عموما حياكم الله في هذه الحلقه وان شاء الله تستمتعون في هذه الانطلاقه من خمسه ستة مواضيع جانبها اكاديمي وطلابي وايضا جانبها نوع من دعم الشباب بمختلف المجالات اللي دائما نطمح نشوف طاقات شبابيه في اعلى المراتب موضوع حلقتنا شنو يا موضوع حلقتنا اليوم هل انت او هاشتاق حلقتنا تعاون اندرسكور الطالب دائما نتكلم في منبر خاص للشباب تحديدا ان الطلبة هم اللي يبدون رأيهم في مجال أمور سلبية خاصة في الزحمة المرورية كشفت جريدة الرأي وقرنان الرأي صفحة 16 السطر الرابع بتايتل يقول زحمة الخالدية بين قوسين الجامعة تتهم الطلبة بعدم التعاون إذا الجامعة الآن تلقي الاتهام على الطلبة وليس العكس كالمعتاد هذا هو موضوع حلقتنا اللي خلانا نفتح هل أنت في المرحلة أو مرحلة المدرسة أو مرحلة الجامعة طالب متعاون مع الإدارة وشلون تقيس تعاونك مع الإدارة شوف انا احنا نقول راينا آه آه. آه تعاون الطلبه مع الجامعه بحد ذاتها يمكن مو مساله المصافط انا لا مو مقتنع تماما الطالب اصلا يواجه مشكله، اذا تعطني حلول عشان تقولي لي انا ما اتعاون، ما يجيك مستعجل حاجته الزحمه وما يلقى مصافط متوفره بشكل واضح وكبير، أه وخصوصا بالخالديه وكيفان يعني هني يعني اكثر مكانين شويخ يعني محلوله 99%، في مصافط اكثر من مكان وادوار محلوله السالفه، خالصه بشويخ، بس لما تتكلم عن كيفان وتتكلم عن الخالديه، خلينا عن الماشية الخاصة اللي موجوده في الجريده، الخالديه عندك كليتين، هندسه وعندك العلوم. هل كليتين فيهم كم هائل من الطلبه والطالبات بالالاف آه، انت اقبال اقبال هالكليات بيوت وفرجان فوين وين ممكن الطالب يصفط؟ في مصافة داخل بس ما يستوعب الكم الكامل للطلاب خصوصا اللي عندهم سيايير، عرقله السير ممكن تصير لي، يعني سواق اللي هم يجون مع سائق يوقفون من الطريق وهذه انحلت بالخالديه أصلا صارت لاين واحد فمجبور يمشي بس كطالب انه هو يعرقل السير لا الطالب شنو يسوي لما يصعد رصيف ما ينام هو غير قانوني بس وين يروح؟ نعم. وين يصفط؟ السؤال نعم. انا جاي داوم كلاسي وطالع من الصف وين نعم. اصفط؟ نعم شكرا اخوي احمد ذاك مداخله هاتفيه مع انه ضيف <applause> صح كلامك لكن اللي انا ابي اقوله في موضوعنا لليوم احنا وانا من الطلبه كنت في او احدى طلبه جامعه الكويت صح كنت اواجه مشكله في الخالديه تحديدا في الباركينج بس اليوم في اضاءه ثانيه على موضوع اخر الاداره الجامعيه تطالبهم بالتعاون انزين يا جماعه اوكي احنا مخطط قديم أه تخطيط الطرق في الكويت من سنه يدي هذا تايتل قالته الطاف الانصاري موجود في الجريده طلبت الكويت يقولون مخطط قديم، الجامعه بنص يعني منطقه سكنيه منطقه الخالديه يطل على شارع رئيسي الملك فيصل، زي. هذا مكان لوكيشن موجود تدشون على اللوكيشن موجود، زين في ازمه ما نتعاون وين يسقط ما نتعاون انا اقول لك شنو؟ الطلبه يشيرون باصابعهم اتهام الى التخطيط قديم، اوكي هو يحط قدامه تخطيط قديم، انا من الناس اللي صج كنت اشوف طلبه ما يتعاونون. في موضوع بسيط جدا خلينا نتكلم عن السواق يوقف السايق قنطر الطالبه او الطالب اكثرهم طالبات تركب على كيفها على كيفها تركب وبعدين يمشي وين قاعدين ولا واحده يعني يصفط لازم عند الباب يقطها زين يا جماعه تدرون انه خل اقول لكم شغله في اليابان هم طريقه الباركينج شلون يكون شوفوا شلون طريقتهم اللي جاي مبكر يصفط بعيد ليش لانه عنده وقت يصفط بعيد وياخذ الطريق كله رياضه ويوصل يعطي فرصه حق اللي جاي متاخر يصفط قريب اذا ليش احنا ما عندنا ثقافه بهالشيء قال ليش ليش هم حطوا حل بنفسهم بس هذا مو مقياس تقيس اليابان اليابان غير جوها غير هذا احنا فاتحين فيه هذا احنا فالحين فيه الف... اليابان غير اوروبا غير هم غير واحنا غير جدا مع انه ترى على فكره كل شيء نفس الشيء لا المخ ما. موجود العينين هم عينين وخشم وحلج ما هي موقع... انت تتكلم عن ثقافه ولا شكل؟ آه انا متنرفز <applause> لا هو <applause> حاسس اني بطيح مريض <applause> اوكي أه لما تتكلم عن سبب عدم التعاون ليش ما قاعد يتعاون؟ خليك هو مس... شوف هذه اخطاء السواق قلت لك السايق هو مو فاهم الموضوع يوقف أه الغلط منها أن تقول له مثلا انطرني برا وما في مجال انه مكان تنتظر فيه زين السؤال انا اذا ما راح اتعاون خلينا نقول خط... بتعاون ويا يعني الجامعه شلون اتعاون معها قول لي قول لي انت الحين انت بدات تقول ان هذا غلط من طالب شو شلون الطالب يتعاون مع الجامعه قول لي في الباركينج نفسه ايه هم الحين عندهم قوانين معينه قاعد يحطوا لكم لوائح ان في تخطيط جديد حق الشارع لا تصفط هني قام يصفطون ممنوع الوقوف وين يصفط عبد الله ما ما يستوعب الكم شوف هم الخالديه قللوا الازمه بشنو؟ قال لك اوكي انت تقول مسافه بعيده وحر قدام الفرق حطوا بالساحات حطوا مصافط مظلله وفي باصات توديهم داخل الجامعه، ممتاز انت قاعد يعني تطبق اللي قاعد يطبقونه بشويخ انه تاخذهم الباكي توديهم وسويت مساحه كبيره قدام المصافط، انت الحين اذا مو متخذ قرار في مساله المصافط ماذي اصحاب البيوت اللي في منطقه الخالديه متاذين بشكل مو معقول يبي يطلع يبي يروح مو قادر يتحرك ناس تصفط مصافتهم ونفس الوقت ما تلوم الطالب هو غلط هذا بيته ما يصير تصفط بس وين يصفط يبي ينزل محاضره راح يتسجل عليه غياب راح يتسجل عليه حرمان و و وتتكاثر الامور يعني زين شنو الحل اذا ما في حل مو مساله الطالب انه هو غلط الطالب مو غلط الطالب مو متوفر له شيء يتعاون فيه انزل احنا على طاري ان ممكن ان الطلبه ما لهم اماكن، انا مو ضد الطلبه، انا واحد من الطلبه اللي صدق كنت اواجه مشكله كبيره في المصافط، لكن مع ذلك في طلبه من زاويه اخرى ما قاعد يتعاونون من ناحيه الباركينج، يدور ويتعب على باركينج لازم يكون عند الباب، وهذا تصريح من حنان البناي احدى طالبات الجامعه تقول بعض الطالبات يرفضن الخروج من قاعه المحاضره الا بعد التاكد من ان السائق امام باب الكليه. زين هذه يعني ما تبي تتعاون وفي منها وايد شو مو بس تسوي. حنان يعني حنان قاعد تصرح الطالبه هذه في منها وايد وطلبه انا الحين في مشكله لو بس خمسه خمسه باليوم الواحد خمسه يوقفون ينطر شوف شو يصير بالشارع زين بسالك سؤال هذه الطالبه هو صح معك حق انه ما يصير انت قاعده بالكلاس على ما تنزلين توصلين زين حاط لي مكان انتظار مثلا مسكر مكيف اقعد انتظر فيه اي وين؟ موجود تدري كم واحد يشيل؟ البوكس هذا مال الم... ال... ايوه قلت عنه بوكس ايوه كم واحد يشيل؟ كم واحد؟ ما يشيل عشر طالبات لا ما اتوقع والله العظيم ما يشيل عشر طالبات او الط... طلبه حتى في مال الطلبه زين ليش ما سايك وللعلم اغلب الاوقات يكون شلون يصفط ترى مو بالي باركنج جماعه احنا مو سايكيل الخالديه وانا قاعد اقول لك يصفط عند الباب يبطل الباب وهي كذي جايه وسلو ميوزك تروح على كيفها وتركب السياره وتمشي صارت عند الباب هو صح كلامك صح وموجود بكيفان بعد على فكره من البوابه الخلفيه موجود بشكل كبير يعني بنات خلص عبد الله اي بنات اي بنات. بنات من عندهم سواق يعني الشباب اغلبهم هم اللي قاعد يسوقون سياره بس البنات هم الاغلب يكون عندهم سواق بس نرجع ارجع واقول لك خلك من السالفه اذا توفر حلول قول مو متعاون اذا انت حطيت مكان سكشن كامل في انتظار مكيف بهالحر وخصوصا اللي ماخذين صيفي وتي تلومها اذا قعدت داخل وأنت تقعد؟ تقعد والله انا اكافح بمساله ان انا والله قاعد بالشمس عشان انطر السايق وعلى ماي هو غلط بس ماكو ما حلول ماكو ما شيء موفر تقول ما قاعد يستخدمه مثلا لو تقول لي مثلا تدخين اقول لك لا الطالب مو متعاون يقول لك عدم تدخين في الاماكن هذه مغلقه مو بس ترى الباركينج المانشيت هذا موجود في قرنان الراي انزين انت سافرت مع قرنان هي جريده يا جماعه اتكلم انا اتكلم ست لغات المصري والكويتي <applause> ايوه كل دول عربيه بس تحديدا انزين اه تحيه كبيره حق دكتور يوسف الفلشاوي موجود ويانا يعني خلف الكواليس على قولتهم وهو عنده راي في هذا الموضوع، انا اتمنى ناخذ حتى لو مداخله هاتفيه يتكلم عن هل المشكله هذه صارت بس بالطلبه ولا دكاتره واعضاء هيئه التدريس همهم لهم هذه المشكله نفسها مرتاحين؟, مرتاحين؟ ايه عندهم مكان خاص يدشون يصفطون. اعضاء صلح. هيئه التدريس مرت... بس انا اقول لك شيء انا مو قصدي عن الباركينج احمد، انا قصدي عن وصوله حق المكان اللي هو يبيه عرقله السير نفسها مو مو يصفط وخلاص مو هذه فئه قاعد اقول فئه بس انت لو حاط مكان ينتظرون فيه ما تصير والله والله ما تصير لما تحط عدد كبير ما راح تصير حتى بشويث مثلا بالعمداريه والاجتماعيه على الاقل في كافتيريا برا لو بتنطر الباص بتنطر بالكتيريا والباص موجود متوفر فما راح توقف بالحر <applause> يعني اوكي هو مو سالفه دلع زايد بس حماية اللامون دي قاعد له ساعه ينطر آه ينطر من الزحمه السايق يوصل انطره برا انا كطالبه ولا طالب اقعد برا ساعه كامله عشان انطر السايق يوصل شو الحل قاري لا صدق والله شيء والله فزبه الشباب فزبه زين لا احنا خلينا نكون بعد واقعين يلا علشان لا تقولون يا طلبه ان انا مو مع طلبة ترى صدق درجه الحراره بالكويت تفرق عن والله بليفربول اذا انت اخوي يطلع من الشقه اللي هو ساكن فيها او السكن اللي هو فيه يطلع ليل الجامعة نص ساعه يمشي ياخذ قهوه بعد مزل. وياخذ قهوه بس يدري ان الجو حلو انا خمس دقائق بالضبط اذا من سيارتي ما وصلت الكليه اذوب نفس الشمعه الشمعة دوب ذي بتزغرطي هذا شمعتي انا هذا مو هذا مال فبراير هوا زين صح في في يعني في مشاكل لكن ما الايد الواحده ما تصفق، اذا بس انتم اعطونا الحلول عشان احنا نتعاون وياكم هذا اكبر خطا وهذا الشيء موجود اليوم في حمله كامله في مانشيت خاص في الجريده. دخول مفاجئ. دخول مفاجئ، كيفان تدري اليوم ايش كثر ساحبين سياير من الطلبه؟ هذا ممنوع المفروض انه ما يسحبون حتى المخالفه ما سأ... تت... لا هذا خبرك عتيج انه تندفع المخالفه يوم انا م... تخرجت <applause> اللي قلت لي <ليها>. اياه <applause> الحين شنو الجديد؟ الحين سحب شايل ليش ما في باركنج اصلا؟ اه الحين انت شنو؟ ش... ما عرفنا لك تدافع عن الخالديه عشان كتب الاداب ما تدافع عن عن كيفان ها. عشان كتب الاداب والخالديه ما تدافع عنها؟ لا انا قاعد اقول لك هذه وزاره الداخليه صار في تعاون المفروض انه في تعاون بين وزاره الداخليه و... كانت في فتره والحين بال... الحين لو تشوف اليوم نازل حتى نازل في السوشيال ميديا آه، كلاينات قاعد آه، يسحبون السيايير من ال... اوكي وين يصفط؟ وين يصفط؟ لا ترى صدق ما انا يعني احنا كل مره نتكلم بهذا الموضوع طلب يونا يتكلمون عن ان ما في باركينج حتى آه... في في الصحف نقرا انه ما في باركينج ما في حلول حق هذا الموضوع هو موضوع كبير وايد وفي طلبه يقولون ترى في مواضيع اهم اهم بكثير من ان الباركينج ما باركينج الشعب واغلاق الشعب اتوقع رايكم شباب كل من يتابع هذا البرنامج يدري انه هو موضوع شاغل الكل خصوصا لما نتكلم عن طلبه الجامعات في الكويت تحديدا بشكل عام مو بس جامعه الكويت في الكويت تحديدا اذا كانت جامعه الكويت او الجامعات الخاصه انزين سؤال خلينا نتكلم الحين خلصنا من الزحمه خلها على كتر الحين نتكلم في واقع موجود داخل الحرم الجامعي شنو القوانين اللي برايك ما كانت تطبق او ما قاعد يتعاون فيها الطلب ولا يطبقها في الحرم الجامعي التدخين و... واحد رب... رب... التدخين في الاماكن والممرات كنت اشوف الطالب عادي مستهتر يدخن ويروح مم. بالممرات هذا واحد و... وانا اقول لك شيء ثاني بعد في بعض الاعلانات الممنوع انك تحطها كان يحطونها الطلبه مو متعاونين مع الاداره تلقى الاداره ثاني يوم يشيلون القوائم الطلابيه لا هذه 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 مو عدم تعاون هذا مو نتكلم عن الطالب اليوم خليك من القائمه الطلابيه تمثل الطلاب بس انا اتكلم هذا اعلان ما ياثر مره يعني اوكي المنظر أوكي العام وكذي هذا تصريح عدم تعاون اقول لك شيء ثاني اكثر من مره دكتور جامعه يطلع دكتور جامعه يعني ما شاء الله يطلع بالممر يقول حق الطلبه لو سمحتوا في محاضره صح ما في تعاون ما في ثقافه او القليل من الثقافه، ما احب اجمع الكل أنا في ناس وايد متعلمه ومتربيه، انا من وجهه نظري احترام قوانين حرم الجامعي يمثل احترامك او احترام ذاتك في البيت، وهذه مراه عاكسه حق تربيتك في البيت، هذا الشيء، انزين <applause> انا ذيك المره تكلمت في المناظره اللي طافت على نفس اللباس المحتشم وبعض الاخوان بدون ذكر اسامي كان يقول لا انا بحياتي ما شفت وثاني يوم كنا في الجامعه قلت له اللباس المحتشم قاعد نتكلم عنه وانت قلت بحياتي خلال اربع سنوات ما شفت قضيه اللباس المحتشم وثاني يوم قلت له ما احب المجاملات اللي قدام التلفزيون هذا قدام عينك سواء كطلبه او طالبات اما نطبق او ما نطبق القانون على الجميع ممتاز. السؤال هنا لما الدكتور يطرد انا بسالك سؤال لما الدكتور يطرد طالبه او طالب الطالب لابس شورت او الطالبه لابس قصير اوكي من حق منه من حق منه ناخذ إجابة الدكتور يوسف الفلشاوي عضو هيئة تدريس جامعة الكويت تحديدا قسم الإعلام حياك الله دكتور يا الله حيكم حياك الله هلا شباب يا هلأ فيك طويل العمر أنا بالبداية تكلمنا عن موضوع تعاون الطلبة مع الإدارة فنبي نتكلم نعم. عن هذا التعاون شلون شايفه دكتور والله أول شيء تكلمت عن الإدارة وتعاون الطلبة مع الإدارة وتكلمت أيضا مع المواقف اينا. عن المواقف ما المواقف هي هي لما تتكلم هي ترى ثقافه مجتمع وثقافه طالب صح ومثل ما تكلمتوا قبل شوي ان ان التربيه ان التربيه ايضا أيوة لها دور صح احنا للاسف احنا في كل مره في لقاءاتنا ومحاضراتنا نكلم الشباب ونقول لهم نقول لهم انتم يا شباب انتم الطلبه المثقفين اللي المفروض تكونون قدوه للمجتمع صح اذا انتم الشباب ما تطبقون ما تطبقون القوانين وما تحترمون القوانين اشتركوا حق الباجي صحيح شاركتوا حق الباجي، يعني قاعدين نشوف المواقف، قاعدين نشوف العدل من الاحترام، وايضا يمكن الجامعه في بعض المرات ما هي شديده في تطبيق القانون صح. وحتى لو بتطبق القانون، يعني ايش كثر بتطبق القانون؟ اذا اذا الطالب نفسه مو قاعد يطبق القانون على نفسه، يعني صح. لما يجي يوقف لي عند الباب كلش من باب يبي لو يحصل له يطفي سيارته داخل المحاضره، داخل القاعه صح. وتلقى في مواقف ثانيه، ونفس الوقت في بعض الطلبه يعني ما تلومهم ماكو يعني ماكو مواقف يعني لما مثلا كيفان كيفان مشكلتها منتهيه ماكو مشكله ما ما لها حل ما لها كيفان صح. ما لها حل ما حتى لها حل الخالديه اغلاق الكليه بكبرها دكتور اتوقع شوف الخالدي الخالديه يمكن انا اقول لك الحل الامثل للخالديه انه في مواقف بعيده بعيده عن الجامعه يعني خلينا نقول المواقف اللي قبال الروضه ممكن ان الطلبه يوقفون سياراتهم هناك والباصات تاخذهم الجامعه من المواقف اللي بالساحه اللي صوب نادي كاظمه او المواقف عند نادي كاظمه وتجيبهم وهذه كثير احنا قاعدين نشوفها في الجامعات الاجنبيه موجوده صح تجيبهم لكن لكن هل هل الطالب مستعد انه يصعد باص ويخلي سيارته وسيارته الكشفة اللي يدك فيها بالجامعه ويصعد الباص وينزل اعتقد لا والله دكتور, دكتور, دكتور العفو بس هذه مساله احنا ما نقدر نجمع فيها هذا واحد اثنين اه اذا نتكلم عن التزامه في منطقه الخالديه قدام الفرع طبقوا هالموضوع والله العظيم الباركينج فل يعني الناس التزمت تبي توصل محاضراتها وخصوصا الهندسه والعلوم يعني كم هائل من المواد ما يبي يطوفه محاضره فقاعد يطبقون يعني فولوا الباركينج شوف 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 لان لان ايضا انا ارد واقول الطالب يعني لا نلوم الطالب ايضا الطالب ما ما يلوم لان لان اذا بيطلع من الخارج بيروح كيفان او بيروح الشويخ عنده حوالي ثلث ساعه علشان يلحق على محاضرته صحيح. ما في وقت كافي، ما في وقت كافي صحيح. يعني انت 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 في وقت اللي ما في محاضرات، ما في جامعه زحمه، فما صحيح. بالك اذا كان في هذا في وقت المحاضرات، انا اعتقد يعني الحل الامثل تتسكر الجامعات هذه وتصير كلهم المباني كلها الكليات كلها في مبنى واحد، مبنى مبنى واحد، مبنى واحد ايضا لو طبعا هذا ما راح يصير الان وباكر ومثل ما تفضلتوا يعني ان ان اللي, اللي قاعد يصفق وخاصه احنا قاعدين قاعدين نشوف البنات لما ينزل السائق تنزل البنت كانها داش عرس تمشي بخطوه خطوه, خطوة صح يعني احنا كدكاتره نبي نمشي نبي نطلع ما نقدر صح عرقلة السير تصير انا مرات انا مرات قاعد اصفق برا الجامعه اسرع لي امشي من اني انا اصفق داخل الجامعه نعم من اني صح انا اصفق من اني انا اصفق داخل الجامعه فالمشكله كبيره المشكله كبيره صحيح يعني يعني الحل يمكن اذا بيحلونها تسمين البيوت اللي دارنا دار الجامعه. صحيح دكتور يعطيك أحل... العافيه وشكرا لك، احنا يعني استغلينا حضورك في مبنى تلفزيون الراي دكتور يوسف الفلشاوي عضو هيئه تدريس في جامعه الكويت ويعني احتضانك الكامل وهذا شيء مو غريب عليك من خلال طلبتك والتور اللي دائما يصير من خلال كل وسيله اعلاميه في الكويت تحديدا شكرا جزيلا لك، اذا دكتور يوسف الفلشاوي اختصر الموضوع. الحل مو موجود لكن بنحاول نتعاون ما في تعاون مسألة ثقافة مجتمع هذه الإجابات اللي كانت من الدكتور أول ضيوفنا ومحطاتنا من خلال حلقتنا لليوم بعد البريك دعم الشباب غاية كل مجتمع أن يوصل الشباب لأعلى فكر راقي ويكون عنده الطاقه الكامله اللي ممكن ينضج فيها هذا المجتمع بمختلف المجالات ومنها الاستثمار لان الاستثمار جانب اقتصادي ومهم لكل دوله لما نشوف التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لدعم هذه الفئات الكبيره في هذا المجتمع اللي يعتبر هو يعني اساس بناء هذا المجتمع فيكون شرف كبير لما نشوف الطاقات الشبابيه تسعى لذلك فراح أتكلم تفاصيل اكثر عن مبادره الاستثمار بشبابنا غير عن شنو تتكلم هذه المبادره شنو من تفاصيل راح نعرفها مع الرئيس التنفيذي لهذه المبادره عبد الوهاب عبد المحسن الحجي حياك الله ومنورنا اليوم حياكم الله يعطيكم الصحه والعافيه الله اول شيء شكرا على هذا التقديم الرائع الله شغله ثانيه احب بالبدايه اشكر حضرة صاحب السمو ديوان الأميري على دعمهم لهذه المبادرة نعم. كذلك أحب أشكر وزارة الدولة لشؤون الشباب على رعايتها الاستراتيجية لهذه المبادرة نعم. هذا إنما دل أنهم مهتمين بجيل الشباب نعم. فيعطيهم صحيح. الصحة والعافية والله يحفظ لنا سمو الأمير ولي عهده الله وجميع المواطنين اللهم إن شاء الله 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 عبد الوهاب بالبداية نشكركم على هذه المبادرة اللي قدمتوها من خلال دعمكم حق الشباب وفئة الشباب تحديدا لكن قلت لك قبل شوي مبادرة الاستثمار بشبابنا غير تايتل في شوي تعجب يعني نبي نعرف شنو قصه هذا العنوان للامانه لما اخترنا العنوان ودنا طبعا كل واحد وده يتميز بعنوان يكون له يعني مميز ويكون نوعا ما يعني لا صيت ان شاء الله حلو باذن الله طبعا الاستثمار بشبابنا غير حبينا نركز على فئه الكويتيين والكويتيات وطلبه الجامعه بالذات انه يطلع منهم كثير 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 فسميناها الاستثمار بشبابنا غير طبعا حطينا الشعار تحت شعار الكويت تستاهل عشان بس ان المبادره هذه كلها غير ربحيه وتطوعيه وان فعلا ودنا نرد بعض من الجميل لهذه الارض الطيبه ممتاز ممتاز عبد الوهاب لما نشوف يعني مثل هذه الامور يمكن حتى جانب في التنميه في دعم المشاريع الصغيره وجانب في الاستثمار هو ايضا يعتبر جانب مو مشروع كثر ما هو جانب اقتصادي واستثماري لهذه الطاقات ولكن شو اللي خلاكم تطلقون هذه الفكره؟ شنو السبب وراء اطلاق فكره هذه المبادره؟ للامانه هي احنا كنا مترددين امانه في اطلاق هذه الفكره يمكن في ماده بالجامعه او بالجامعات على امور الاستثمار، وعاده دكاتره الجامعه يطلبون من الطلبه ويقولوا لهم روحوا استثمروا باسواق المال العالميه، صحيح. روح اشتري لي السهم الفلاني، روح اشتري لي الكوموديتيز اللي هم الذهب والفضه والاشياء هذه، روح اشتري لي مثلا دش لي بالصندوق الفلاني، اشتري لي بالسندات وتشوف التجربه هذه ويبها لي واحنا نقيمها ونشوف شلون الطريقه حلو كميداني يمكن أن... تكون يعني لا هي ماده ماده رسميه بالجامعه نعم. بس اللي شفناه شنو ان الدكاتره مو قاعد يعلمون الطلبه فالطلبه قاعد يجربون فحبينا نغير الكونسبت هذا والفكره هذه حبينا احنا ننقل مهارات الاستثمار والتداول بالاشياء هذه والاسهم بالمجالات هذه باسواق المال العالميه و نفس الوقت نتابعهم لمده ثلاث اسابيع بعد ما ننقل الخبره، طبعا الخبره قاعد ننقلها عباره, عبارة عن عفوا هو برنامج مكثف من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 المغرب تقريبا وبرج الحمراء لمدة خمسة أيام متواصلة، بعد الخمسة أيام هذه نتابع وياهم لمدة ثلاث أسابيع نتائجهم، لأن احنا عندنا نؤمن بالكونسبت اللي يقول لك والله أي شيء تعود عليه مدة 21 يوم لمدة ثلاث أسابيع يعني اخوي احمد لو اقول لك روح امشي بالممشى مدة 21 يوم خلاص جسمك خذع على الوضع صح فاحنا اليوم القاعده هذه ان لما ننقل الخبره وننقل المهارات ونشوف ونقيم المهارات هذه لمده 21 يوم بعد يوم واحد بعد 21 يوم يفترض ان نقيم الشباب اللي خذوا الخبره ونشوف اذا فعلا استفادوا ولا لا ممتاز اخوي عبد الوهاب احنا تكلمنا في البدايه وقلت أنه هي مبادره غير ربحيه نعم وهناك مستفيد في هذا الموضوع انت قلت ان في شباب حابين ان يستثمرون ويدشون الى سوق اسواق المال العالميه اسواق المال العالميه لكن نبي نتكلم عن مدى استفاده الشخص في دخول هذه الدوره للامانه احنا قاعد ننقل خبره او خبرات خبرات عشر سنوات او اكثر فلما تنقل الخبرة احنا طبعا قاعد نستهدف طلبة الجامعة سنة ثالثة جامعة ورابعة جامعة فلما ننقل لهم الخبرات هذه ونقول لهم طبقوا عمل الاشياء هذه لمده ثلاث اسابيع، اوكي، ونطالعهم ونقيمهم، اوكي، لان كل اسبوع راح نسوي معاهم اجتماع، الاجتماع هذا عباره عن تقييم النتائج، فعندنا ثلاث اجتماعات مع يعني كل دفعه من الدفعات، طبعا انا ودي بس الخص فكره المبادره، ان المبادره هذه مدتها اربع شهور، فيها اربع دفعات، الدفعه الاولى شهر 10، الدفعه الثانيه شهر 11، الدفعه الثالثه شهر 12، والدفعه الرابعه شهر واحد، يعني الدفعة الأولى سلسلة. متسلسلة الدفعة الأولى نقبل عشر طلبة وطالبات من سنة ثالثة جامعة ورابعة جامعة تخصص معين ولا؟ تخصصات أربع تخصصات إدارة أعمال كذلك الاقتصاد كذلك تخصص التمويل تخصص المحاسبة فقط هذه التخصصات، <applause> أوكي؟ لأن هذه التخصصات تعطينا إيحاء أنه هو عنده بعض المعلومات وكذلك ان عند الرغبه او حاب المجال لان الواحد اساس يبدع بمجال معين صحيح. لابد انه يكون رغبان فيه او حاب على الاقل راح يضيف له يعني راح يضيف له راح يضيف له للامانه فان شاء الله باذن الله يعني يعني تكون النتائج طيبه وكذلك احنا بلشنا بالمبادره هذه كان عندنا مؤتمر صحفي يوم الاحد اللي طاف بتاريخ 4 10 وبلشنا بالمبادره مع اول دفعه من يوم الاثنين ليوم الجمعه من يوم 5 10 الى يوم 9 10 وان شاء الله النتائج باذن الله تكون طيبه حلو، نبي ننتقل للجانب الانشطة والفعاليات اللي ممكن تقدم لمثل الشرائح الشبابية المختلفة خصوصا في التخصصات اللي مثل ما تفضلت فيها، شنو البرنامج اللي راح يقام خلال الأشهر؟ هو نفس البرنامج راح يعني يطبق على مختلف الطلبة في كل شهر، صح؟ اي نعم، هو عفوا البرنامج هذا طبعا اللي ج... قلنا لجميع طلبة الجامعات من سن ثالثة جامعة ورابعة جامعة، اوكي، للطلبة بس الكويتيين والكويتيات عشان نثبت ان الكويتيين والكويتيات إذا أعطيتهم خبرة معينة ممكن يطلع منهم. نعطيهم الفرصه هذه. آه شغله ثانيه بالنسبه للفعاليات مم. احنا خلصنا اول خمسه ايام انزين احنا اعطيناه مبلغ من المال غير حقيقي على نعم. اساس يطبق المهارات هذه لان الدوره هذه مكثفه وكلها عملي ترى 90% مم. عملي المعلومات النظريه جدا قليله مم. انزين فبعد اسبوع من التطبيق طبعا نهاية كل أسبوع راح يكون عندنا إيفنت الإيفنت هذا عبارة عن الاجتماع الأول لتقييم طلبة المبادرة الإيفنت اللي بعدها من الأسبوع الثاني الاجتماع الثاني لتقييم طلبة المبادرة وكذلك الاجتماع الثالث لتقييم طلبة المبادرة نهاية بنهاية الأسبوع الثالث بعد نهاية الأسبوع الثالث نكون قيمنا ونشوف طبعا التقييم راح يكون تقييم كمي تقييم م. كمي يعني شنو يعني عطينا مبلغ من المال غير حقيقي طبق المهارات هذه م. بعد ما يطبق والله فلان المبلغ هذا حقق فيه نسبة الفلانية من الأرباح ممتاز. بعد ما يحقق نسبة الفلانية من الأرباح الكل راح يقول إيه لا استفاد من الدورة استفاد من المبادره هذه فالتقييم كمي وتقييم كمي مصداقيته اكثر من التقييم الوصفي ممتاز احنا تكلمنا عن المشاركه لكن عبد الوهاب نبي اليه او طريقه الاشتراك في هذا المكان وشروط التسجيل الخاصه فيها شروط التسجيل قلنا الاربع تخصصات تخصص المحاسبه تخصص الاقتصاد تخصص التمويل تخصص اداره الاعمال لابد بد ان يكون هم ثالثه جامعه او رابعه جامعه ولابد بد ان يكون كويتي او كويتيه التقديم عن طريق وزارة الدولة لشؤون الشباب بإذن الله راح نفتح الباب احنا سكرنا باب القبول والتسجيل راح نفتح الباب بإذن الله بتاريخ يمكن 20 الى 28 10 اوكي لجميع الدفعات احنا عندنا عدد الحمد لله عدد بس ودنا هم نضيف لان احنا طريقه القبول مو القبول بس إنه واحد يسجل ويسجل لا لازم يعبر المقابله الشخصيه بعد ما يعبر المقابله الشخصيه مسجله ويانا ويدش ويانا ان شاء الله باذن الله المبادره. نعم ممتاز، سؤال على السريع بس شنو المخرجات عشان يمكن المشاهد يعرف كطالبه طالبة بعد ما يخلص هذا الشهر شنو راح يكون يعود له يعني هل في شهاده هل في؟ إنه. اول شيء في شهاده، شهاده للجروب كله كامل، للدفعه كامله. أه شغله ثانيه احنا خلينا نتكلم عن الهدف الاساسي من المبادره هذه، الهدف الاساسي هو توظيف الشباب. توظيف الشباب أنت الشاب الكويتي اول ما يخلص اول ما يتخرج اه مثلا معدله 3.9 3.8 متفوق إيه. صح. ينصدم لما يروح القطاع الخاص ما يقبلونه على طول مه. او مثلا يطول قبوله فينصدم يقول انا ليش متفوق مه. فاحنا شنو قلنا قلنا لا قلنا احنا نعطي مهارات وخبرات معينه لانهم عاده القطاع الخاص لما يوظفون يوظفون شلون طريقتهم يقول لك هذا راح يعتبر تكلفه زايده عليه شنو العائد من وراء الشخص هذا مه. فاحنا راح نستهدف ان شاء الله شركات الاستثمار والبنوك وجميع اغلب الشركات <applause> المهتمه بمجال الاستثمار على اساس بعد ما نعطي الخبره هذه يكون متهيئ هو يعني يعرضها بالسي في عنده وينقبل ان شاء الله بسهوله و... بسهوله واحنا راح نزكي يعني راح ناخذهم المميزين وهم نزكيهم على وظائف معينه باذن الله. ممتاز يعني ملخص على الموضوع هذا تاخذ شخص الدربه بعد كذي يصير لخبره بسيطه حتى لو نقدر نقول بفتره الدوره وتكون حلقه توصل بينه وبين الوظيفه الجديده اللي, اللي راح يتقدم جميل. فيها، شكرا رئيس مبادره الاستثمار بشبابنا غير عبد الوهاب عبد المحسن الحجي يعطيك العافيه جميل. على حضورك اليوم من خلال البرنامج، شكرا شكرا الله استاذي وبالتوفيق ان شاء الله وبالعكس هذه بادره حلوه لجميع الشرائح الشبابيه وبالتوفيق لكل الطلبه والطالبات المهتمين في هذا المجال، نستمر معكم فقراتنا اليوم ولكن توقف البريك مره ثانيه. رجعنا وياكم من بعد الفاصل اليوم حلقتنا فيها شيء يميزها واللي هو ضيوفنا اصحاب عناوين غريبه خصوصا مع كتاب اسمه ثاني اكسيد النجاح للدكتور احمد مجدي اللي متواجد ويانا اليوم داخل الاستوديو حياك الله دكتور اهلا وسهلا فيك اللي يقرا عنوان مثل هذا يقول هل هناك ثاني اكسيد النجاح شيء كيميائي مع شيء في التنميه البشريه و22 اداه لنجاح عظيم في الحياه والعمل اولا حياك الله حياكم الله يعطيكم العافيه وجزاكم الله خيرا الله, الله يخليك حياك الله دكتور واحنا امانه من سمعنا عنوان الموضوع تشوقنا نعرف التفاصيل والمحتوى الخاص في هذه المعادله اللي هي عنوان هذا الكتاب معادله ثاني اكسيد النجاح المعنى بشكل اوضح. ممتاز آه هو بس قبل ما اوضح المعنى المدخل الرئيسي يمكن الكتاب محوره الرئيسي علم اسمه علم الكوتشنج. علم الكوتشنج ألخصه بقصة قصيرة جدا أنه بيحكى أن في قرية فيها حكيم مشهور بيجاوب كل الأسئلة لا. بدون أي تردد وعنده قدرة أنه يعطي كل إجابات صح. في صبي في القرية قرر أنه هو يختبر هذا الحكيم ويحاول يثبت أن الحكيم ممكن يغلط. فالصبي اصطاد عصفور وضعه في إيده خلف ظهره واتجه إلى الحكيم. وصل إلى الحكيم وسأله سؤال. قال له هذا العصفور اللي في إيدي حي ولا ميت؟ طبعاً الطفل في راسه كان عنده فكرة اذا الحكيم قال ميت فالطفل سيطلق العصفور وبالتالي الحكيم غلط صح اذا الحكيم بغلطه واذا قال حي راح يذبح حبيبه بالضبط بيذبح حبيبه تمام فسال السؤال فعلا الحكيم فكر شوي وبعدين قال الاجابه بيدك الاجابه بيدك حلو. وفعلا بايد الطفل هو اللي بيتحكم في الموضوع الخلاصه ان الانسان ما محتاج شخص يبلغه المطلوب انه يعمله الشخص المدخن عارف ان التدخين خطر، ما نعم. محتاج حد يبلغه ان التدخين خطر. نعم. الشخص اللي عايز ينقص وزن، مش محتاج حد يبلغه انك تنزل وزن. نعم. آه الشخص اللي بيعمل في وظيفه بيكرهها، مش محتاج حد يبلغه انت بتكره وظيفتك او لا. نعم. احنا محتاجين شخص كوتش يخلينا نتواصل مع ذواتنا اكثر، نعم. يخلينا نكتشف عمقنا الداخلي، نعرف دوافعنا، وبالتالي نستطيع ان احنا نغير من ذاتنا اكثر. ممتاز، دكتور احمد كلام جميل واحب الامثله اللي انت تفضلت فيها من خلال بدايه شرحك للكتاب نفسه انزين انت كوظيفه اساسيه شنو كنت انا كنت صيدلي اصلا كنت صيدلي طيب. خلاص يعني قطعت خلاص عملت ديليت وعملت ريستارت اجين انزين هذا شيء غريب كنت صيدلي واتجهت لكتابه او او مجال التنميه البشريه نقدر يعني نقول من خلال هذا الكتاب بالضبط شنو النقله النوعيه في حياتك النقله النوعيه طبعا انا كنت بعمل صيدلي وكنت هذا مجال تخصصي ودراستي بشكل عام <applause> ولكن يعني ما كنت احب هذا المجال اطلاقا يعني كنت انظر في المرآة كل يوم هذا الشخص اللي بينظر لي مرة أخرى لم أشعر أن هذا هو أفضل شخص ممكن أكونه قررت أعمل تغيير طبعا رحلة طويلة من الدراسة والبحث والتعلم إلى أن حولت كاريري تماما وانتقلت إلى مجال التدريب والكوتشنج والتأليف الآن بداية بكتاب ثاني أكسيد النجاح نعم ف... وهذه كانت دعوة رئيسية في كتاب ثاني أكسيد النجاح أن الإنسان يتبع شغفه نعم. يعرف ماذا يحب يمكن في فصل كامل سميته الويك إند اليومي نعم. ديلي ويك إند نعم. نعم. يعني في لقاء كده تم مع أحد الموسيقيين الامريكيين فالمذيعه بتساله ما هو شغفك اليومي او كيف انت بتقضي عطله نهايه الاسبوع ويكند فلا انا مش فاهم سؤالك ممكن تعيد السؤال قالت لي هل بتستريح هل بتنام هل بتلعب فلا انا كل يوم في حياتي ويكند انا مش محتاج عطله انا موسيقى هي متعتي هي اكسجين حياتي انا فانا عايزين نقود الناس لمرحله انه يوصل ان حب للعمل نفسه بالضبط ان العمل يساوي لعب <applause> الناس يصعب علي التفرقه بين اللعب والعمل، خلاص انا بحب هذه المرحله، هي دي اسعد لحظات الحياه واسعد انتاج وانجاز ممكن الانسان يوصل له اذا عمل فيما يعشق. صحيح يكون في ابداع اصلا اكثر لما تكون تحب الشيء اللي انت متخصص فيه وتعطي اكثر، بعد الانترودكشن اللي تكلمنا فيه بدايه الكتاب كيف تستفيد من هذا الكتاب؟ في انت كاتب مقوله هي القارئ يعيش الاف الحيوات قبل ان يموت، بينما الذي لا يقرا يعيش فقط حياه واحده، ليش؟ خليت هذه <applause> كل كل كتاب احنا بنقراه آه في النهاية احنا بنحصل على عصارة تجربة المؤلف بكل تفاصيل حياته بكل رؤيته للحياة مع كل كتاب انا يعني بعيش حياة هذا المؤلف بكل تفاصيله فالانسان الذي لا يقرأ بالتالي لا يعيش الا حياته فقط بتجاربه بظروفه بكل ما يعانيه بينما انا لما احتك بالمؤلفين عن طريق كتبهم انا بعيش حياتهم وبالتالي بضيف حيوات اضافية الى حياتي ممتاز طبعا دعوة القراءة يعني والاستثمار دائما في التعلم دكتور منو تنصح الاشخاص اللي قاعدين يتابعونا او الفئه المستهدفه في هذا الكتاب نقدر نقول يفضل انها تقرا هذا الكتاب طبعا كل طبع. انسان يسعى الى النجاح وتحقيق ذاته في هذه الحياه كل انسان يسعى انه يكتشف رسالته يعرف غايه وجوده هنا في هذا الكون كل انسان يريد ان فعلا يترك بصمه يترك اثر حقيقي يعني يخلد ذكر اسمه دائما بحث عن الشغف نقدر نقول طبعا انسان في مرحله بحث عن الشغف ويريد انه يعرف ماذا يعني ما هي الموهبه الموجوده بداخله ما هو المجال اللي ممكن يتخصص فيه بعد كده اكيد هذا الكتاب ممتاز جدا هو الكتاب قاعد يقرا معاك بالبدايه يقول لك يعني طالما ان هذا الكتاب صار بين ايدك لازم تكون واحد من الثلاثه من حققوا النجاح وسعوا زيادة حجم ونوعه ولكن في منتصف الطريق وما زالت تبحث عن الطريق او انك من المتراجعين عن الطريق بعد ياسوا من كثر محاولات ما تدري ما تفعل يعني هذه النقاط ممكن فعلا اللي ياخذ هذا الكتاب نبندش في عمق اكثر وعن شغف هذه الرساله الخاصه في الكتاب شنو؟ بالضبط آه عن المعادله الثانيه اكسيد النجاح ده كان سؤال عبد الله في الاول حلو. آه المعادله هي آه لخصت كل عناصر النجاح الانسان يحتاج عشان ينجح في الحياه الاربع عناصر رئيسية في معادله كيميائيه واحنا تعلمنا في الكيمياء زمان ان يعني ما زلت تحب تخل... مجال يعني مش بحب يعني خدت كده يعني تسوي خلطه <applause> خلطه بالظبط <أو صفح. تصفيق> اربع عناصر رئيسيه لتحقيق النجاح في الحياه درسنا في الكيمياء زمان ان حاصل ناتج اي تفاعل كيميائي هو مجموع العناصر المتفاعله وبالتالي استطيع اتوقع النجاح بمجرد توفر العناصر اربع عناصر رئيسيه العنصر رقم واحد سميته عنصر الوعي اللي هو السبب الدافع لماذا تريد ما تريد؟ ما الذي يحركك؟ ما هي الغايه التي خلقت من اجلها؟ ما هي شغفك؟ ما هو رسالتك؟ الوعي، لازم اكتشف هذا العنصر. اثنين في اللي هو الفيجن، الرؤيه. ماذا اريد ان احقق في الحياه؟ ماذا في نهايه حياتي اريد ان اصل من انجازات وطموحات؟ العنصر الثالث اللي هو واي، الطريق. الخطه، كيف ساصل؟ الاليات، الوسائل اللي ممكن تساعدني أن اوصل النجاح والعنصر الاخير دبليو 4 اللي هو ويل، الافعال والعادات اليوميه اللي انا ممكن اعملها عشان توصلني اني اوصل. حلو. حاصل تفاعل هذه الاربع عناصر يؤدي الى النجاح سكسس انا رح اضيف بقى اكسجين الكوتشنج اللي هو الاو 2 اكسجين الكوتشنج هذه الادوات اللي بتساعدني اني اتواصل مع نفسي عن طريق الاسئله 22 اداه كوتشنج على كل عنصر من هذه العناصر حتى اكتشفه فالحاصل يكون اكسجين زائد اربع عناصر يساوي ثاني اكسيد النجاح. نجاح ممتاز <applause> عشان كذي انت دخلت في مساله كيميائيه بس لا تعقد الامور الناس تبي تبسط وانت دخلت دراسه دشيتنا بالكيميا اللي ادبي شنو راح يسوي بهذه المعادله آه. زين آه نبي نتكلم في جانب الخطط في الحياه احنا قلنا يمكن الاهداف وهذه الامور بعض الناس او بعض الاحيان الشاب لما ينظر انه في مساله اهداف وشنو راح اسوي في الوعي وغيره وغيره, وغيره ينظر لها هي كومبليكيتد انه وايد معقده بالنسبه لنا انا راح اسوي كل هالامور ما راح افهمها فيبونها يكون بشكل افضل فشلون الواحد يعرف يخطط لهذه الاهداف اشكرك جدا على ذكرك للنقطه دي ان يعني في حكمه تقول انها مهمه بسيطه ان تجعل الاشياء معقده ولكنها مهمه معقده ان تجعل الاشياء بسيطه ان اوصل مرحله التبسيط فعلا يعني يمكن احنا مشهورين في مصر عندنا بنقول آه دي كيمياء يعني الموضوع صعب صعب انا خليته كيمياء وسهل دي, دي النقطه هنا يعني. فالاهداف المنتهى البساطه جدا إن, ان لا استطيع ان اعرف ماذا اريد في الحياه الا قبل ان اعرف من انا اولا لكي احدد هدف صح اعرف اولا انا ماذا احب اعرف اولا انا مواهبي حصاني الداخلي الى اين أتجه، قدراتي الى اين تتجه وعلى هذا الاساس استطيع اني اضع هدف واضح جدا نقطه اساسيه ذكرتها بخصوص الاهداف في كتاب ان دائما الناس بتحط اهداف كبيره يريد انه ينزل 10 كيلو في اسبوع طبعا الاسبوع هيمر يكون نزل ربع كيلو او زاد يمكن او زاد الناتج هيكون ايه في الاخر على صعيد مشاعره الشخصيه احباط ولا ولا فخر ذاتي احباط اكيد احباط يوم. الدعوه الرئيسيه هنا ان وفقا للدراسات ان الانسان لما يضع اهداف قصيره المدى وصغيره ويحققها العقل بيفرز ماده الدوبامين هرمون الدوبامين هذا الهرمون بيجعل الانسان يشعر بالتحفيزيه يشعر بالطاقه يشعر بالفخر الذاتي وثقته بنفسه يعمل هدف صغير اخر اللي يحصل دوبامين اكثر دوبامين اكثر دوبامين اكثر فالنصيحه الرئيسيه هنا ضع اهداف قصيره المدى اهداف مم. صغيره جدا دكتور انا من من كلامك الخص موضوع بسيط انت قلت انا توقفت عن مجال الصيدله وعالم الطب والكيمياء نهائيا، انت ما توقفت، انت ما زلت موجود فيه في هذا العالم، لكن دخلت عليه موضوع التنميه بطريقه جديده وهذا شيء وايد حلو وممكن يميز دكتور احمد عن بقيه الاساتذه او الدكاتره الباحثين في مجال التنميه البشريه. خلينا نتكلم عن محور ثاني بما انك الفت كتاب كامل وحبك للقراءه. الحين احنا في عصر التكنولوجيا الحديثه، الانترنت، الايباد ينزل لك كميه كتب نقدر نقول مكتبه كامله في طبعا. الكتاب ونشوف في بعض الناس اتجهت الى عالم القراءه عن طريق الويب سايت او عن طريق اكونت معين ينزله ايش رايك في هذا الموضوع طالما ان في مصدر استطيع من خلاله ان احصل على معلومات فاكيد هيكون مصدر رائع جدا طبعا يعني في بعض الناس القراء القدماء يعني بيحبوا الكتاب الورقي وانه بيتيحهم هو فرصة صديق الانسان بالضبط هل يختفي هذا الصديق مع بوز التكنولوجيا؟ والله ليس اختفاء بيظل في ناس بتقدس الكتب المقروءة بشكل عام وبيجد شغف خاص خصوصا انه بيحب ياخذ ملاحظات ويسجل فده ده, ده, ده ترك اخر ولكن انا ادعو الناس خاصة في العالم العربي وان معدل قراءة الفرد العربي نصف صفحة سنويا نعم. فاحنا بندعو بالعكس احنا عايزين نزود لو في عن طريق الايباد او عن طريق اي ملف بي دي اف على الكمبيوتر وات ايفر استطيع اني اقرا بطم... احصل على نفس المعلومه مم. اكيد هيوسع عقلي اكيد هيوسع مداركي فبالعكس انا اشجع ذلك بشكل قوي جدا جدا اسم الكتاب ثاني أيه. اكسيد النجاح وين يحصلون على العجاله وين ممكن يحصلونها طبعا هو انجاز النشر والتوزيع هي المسؤوله عن نشر الكتاب فيستطيع التواصل معها او متابعه حسابها على انستغرام وفي كل التفاصيل ممتاز قواك الله دكتور واحنا امانه جدا سعداء بتركيبه ومعادله جديده في حساب. مساله اللي واحد ممكن شلون يطور من ذاته ومن اهدافه بطريقه واضحه وخصوصا للشريحه الشبابيه كل الشكر دكتور احمد مجدي على هذا الكتاب عشكور. والله يوفقك ان شاء الله اشكركم شكرا على الهديه بعد شوي راح ناخذ توقيعك لان انا إسنا. من الناس تعتز بهديه خاصه من الكاتب نفسه فيعطيك العافيه دكتور احمد مدي على تواجدك اليوم قبل أن نطلع حق الفاصل نذكر مشاهدينا اليوم قاعد نسولف وندردش في موضوع جدا مهم واللي هو انت من الناس اللي ملتزم في قوانين قد تكون في المدرسه او او في الثانويه او في الجامعه كل مراحل الدراسيه ولا لا وبعض بعض النصائح اللي راح تقدم ان شاء الله بعد البريك ردينا بعد الفاصل في اخر فقراتنا لليوم، تفضل عبد الله. فقرات البرنامج يعني؟ أه. اوكي، مثل ما قلت في بدايه الحلقه ونهايه الحلقه ان تفكيرنا اليوم دائما في نصائح دائما تقدم للشباب وخصوصا فئه او الاعمار الشبابيه تحديدا، بعض النصائح مع زميلتنا دانا ونرجع لاستديو. مساكم الله بالخير مشاهدينا اليوم هذا التقرير راح نوجه فيه نصايح ورسائل للعنصر النسائي في جميع اعمارهم شنو هي خطتك الخمس سنين جايه شنو هو هدفك اللي انت حابه تحققينه هل انت مختارة التخصص الصح؟ هل انت في الوظيفة الصح؟ كل هالاسئلة راح نجاوب عليها مع اللايف كوتش والرئيس التنفيذي لشركة كوتشنج انستتيوشن امنة الدريعي مساك الله بالخير. مساك الله بالوردة انا حياك اخبارك؟ تسلمين حبيبتي. اليوم احنا بنسولف معاك وبننطلق علشان البنات اللي قاعد يشوفونا الحين يستفيدون منك. اوكي الله. بالبداية طبعا حابين نعرف شنو هو اللايف كوتش. اللايف كوتش عشان ما نعقد الموضوع ونكلم الناس ببساطة هو صديق أوكي الصديق هذا يعرفك بالضبط يعرف نقاط قوتك م. يعرف نقاط ضعفك أنت ترتاح له دائما تلجأ له لا قدر الله لما يصير عندك إحباط يصير عندك مشكلة اتكلمه يعطيك البوش م. يعطيك الدافعية لقدام هذا ممكن إحنا نقول لايف كوتش يعني ممكن عندك أمك تكون لايف كوتش في البيت واحد من أخوانك يكون لايف كوتش في البيت لكنه مو مهني اللايف كوتش شخص الان مهني دارس عنده خبره عنده أدواته للتغيير هذا هو اللايف كوتش باختصار <applause> بالنسبه انا كشخص قاعده اواجه مثلا أو, او مو قاعده اواجه خلينا نقول مشاكل انا مو عارف شنو ابي <applause> وحاليا الشباب طبعا احنا قاعد نشوفهم اغلبهم مو عارف شنو هو يبي وشنو هو مخطط لمستقبله صحيح شلون احنا ك او او انت وكلايف كلايف, كلايف كوتش توجهونا هو الأمانة غالبا إحنا ننادي الأمهات ونقول لهم أن أبنائكم لازم تحرصون عليهم من صغرتهم يعني من عمره مثلا 11 سنة أعرف شي يبي أعرف الولد الحين أنا بطلع وأكبر بأدخل في هذا المجال لأن هذا المجال يناسبني م. فاللايف كوتش الأمانة يساعد الشخص على أنه يعرف ذاته يعرف اهدافه، يعرف رغبته في الحياه، يعرف ميوله، م. هو شنو يحب، يعني مثلا وايد ناس تشوفينهم مثلا اكاديميا في الجامعات ينتقل من تخصص لتخصص، يدش مثلا اعلام، يطلع من الاعلام يدخل هندسه، من هندسه يط... طبعا العكس، من الهندسه يدخل اعلام صحيح مستحيل النقله هذه، فمن الهندسة يدخل اعلام، من الاعلام يدخل ما ادري وين، ليش؟ لان لحد الحين ما لقى ذاته. شلون اعرف ذاتي؟ اعرف صفاتي اول شيء، اعرف انا شنو قادر اتحمل، هل انا شخص مثلا احب الناس؟ اسولف مع الناس وشخص اجتماعي اجتماعي اذا انا ادخل في الببليك ريليشن، ادخل في الشغلات اللي هي لعلاقة مع الناس، انت تقتلين هذه الشخصيه اذا قعدتيها ورا مكتب واعطيتيها اوراق محاسبيه صح. او دخلتي قانون يتهاوش مع خلق الله، ما ينفع بالنسبه الحين تدرين بلش العام الدراسي، البنات دشوا في حياه جامعيه جديده، شلون انا كبنت او البنات اللي قاعد يطالعونا الحين تعرف ان هذا التخصص مناسب لها، شنو هي الدلالات اللي ممكن تستدل منها ان هذا التخصص يناسبني؟ مثل ما قلت لك دانا هي اختبارات لازم نسويها في البدايه، اختبارات اكاديميه من جهات معروفه، يسويها الشخص يعملها والنتيجه على اساسها يقرر انه هو يدخل في هذا المجال او في هذا المجال، م. هذا بالنسبه للاختبارات الاكاديميه، هذا بالنسبه للطلبه. كذلك احنا مثلا الطالبات يدشون نشوفهم يكون عندهم الشغف والباشن انها تدخل في مجال او توصل الى مثلا تاخذ بعثه. اوكي اخذت البعثه سعيده جدا ما بعد البعثه شنو الرؤيه مو واضحه هني عندنا الاشكاليه تلاقينها مثلا راحت مثلا وتب راحت يو او راحت درست في امريكا وعلى طريق البعثه بعد سنه سنه ونص طبعت ردت الكويت درست في جامعه الكويت ليش لان انا عندي هدف محدود وصغير اني انا ادخل هالمكان وخلاص انتهى انتهى على هذا اللايف كوتش يخلق لك اهداف لمده خمس سنوات من النقطه اللي انا فيها الى النقطه اللي انا بوصل لها يعني مو مو أطالع مكان ريولي الان لا لما بعد فانت شنو دورك الحين ان احنا نسوي اهداف لك نخلق لك نخلق لك اهداف ككلاينت نحط لك شغلات انت تكون سعيد من هدف تطلع لهدف ثاني من هدف لطلع. ما عندك وقت احنا ما شاء الله احنا قاعد نشوف شبابنا الحين اغلبهم قاعد يدورون صح ماكو اهداف بس انا باقضي وقتي المهم يخلص الوقت ما عندي شيء اسويه صح. اقعد بالبيت شو اسوي تلفزيون الشخص اللي عنده اهداف ما عنده وقت اصلا م. ما عنده وقت اساسا يطالع تلفزيون يدوب دوب عنده وقت محسوب من الساعه كذا لساعه كذا تلفزيون غير كذي عندي انا اشياء ثانيه احقق فيها ذاتي فلا فالل... فعملنا الامانه أه... نساعد الانسان يخلق اهداف بناء على قراراته وبناء على شخصيته هو بالنسبه للسوشيال ميديا في حياه اي شاب او شابه ايش كثر هو تاثيره ايجابي وايش كثر هو تاثيره سلبي والله شوفي احنا اللي قاعد نشوفه الان ان احنا لان ما عندنا شيء نسويه فاحنا مركزين على السوشيال ميديا صح امانه شوفي انا مع الفاشنستات البنات هذي اللي عرفوا وش يحبون وعرفوا إيش قاعد يسوون شرها مو عليهم هم شرها على الناس اللي قاعد تتبع تتبعهم ما عندها اهداف في بعض البنات قاعد نسمعهم الحين في المتوسط يقولون انا انا ليش ادرس اصلا اذا في النهايه انا افتح لي صالون وقاعد اطلع نفس الفاشنستا واحسن احنا مو ضد ان الوحده مثل ما نقول تركب الموجه، الحين الهبه شنو؟ انه والله انا اصير فاشونيستا اصير فاشونيستا بالعكس اقضي وقت ما هو مفيد افضل ما انا لا قدر الله تروح مكان ثاني صح ولا لا؟ صح طيب الاساس لما ارجع انا بعدين راحت الهبه هذه هذه انا وين رايحه؟ هل انا عندي شهاده ثانوية وقاعده عليها؟ ولا هل انا كملت دراستي وخلصت وتخرجت وخذيت جريد عالي وتوظفت والفاشونيستا صارت بارت تايم؟ صح احنا هذا اللي قاعد ندور عليه ما فيها شيء، حقق طموحك، سوي لك اكونت طلعي طلعي للمجتمع لكن انت واكب الهبات لكن انت عندك اساس عندك اصل م. يعني مو تقول واحده انا مثلا لا والله ما راح ادرس انا معتمده اني انا اصير فاشونيستا والحين قاعد اطلع آلاف بالاسبوع ما عندنا مانع توكل على الله سوي اللي تبينه بس خلي لك اصل يعني كم, كم هذا دراستك بالضبط هذا هوايه شيء انا بارت تايم اقضي وقتي فيه اطلع فيه حرتي بس انا اساسا دراستي وشهاتي موجوده عندي سلاحي معاي صارت الهبه هذه الموجه يت يت ما يت الا انا عندي دراستي ومامنه على نفسي ومامنه على نفسي باكر عقب انزين بالله سكروا الانستغرام خرب البرنامج صار شيء مثلا بالميديا يعني انا وين اروح؟ من الحين احنا طبعا مستمتعين معاك والسوالف معاك ما تنمل ويا ريت والله لو نقعد طول اليوم بس نسولف يا قلبي الله يسعدك على هالسالفة لأنها فعلا استفادة وإضافة حق كل بنت الحين قاعد تتابعنا صحيح صادرنا. صحيح كلمة أخيرة منك والله دانا تشرفت بوجودك وتشرفت فريق العمل الله يحفظكم أه بس نقطة واحدة أوجهها حق البنات أخلقي لك أهداف الإنسان اللي عنده أهداف في الحياة يستمتع الباشن على طول مستمر م. ما في مجال اني انا احبط من الاخرين اصير مثل الدبابه المدرعه اللي امشي ستريت حق الهدف مثل ما قلنا في البدايه شلون الغزال مع الاسد صح الاسد 70 كيلو متر في الساعه الغزاله 90 كيلو متر في الساعه لكن الاسد يصيدها في النهايه السبب ان هدفها مو واضح الاسد هدفه واضح فانا لما انطلق في الحياه مستمتع عندي اهدافي راح احقق اشياء خياليه ربما انا ما كنت متخيلتها من قبل اس الله يحفظكم ان شاء الله وفرصه سعيده ما تقصرين فرصه سعيده ان احنا قعدنا وياك مشاهدينا مثل ما سمعتوا حطوا اهداف اللي تبون تحققونها للمستقبل لا يصير وقتكم ضايع على شيء مبهم وانتم عارفين نخلونا الحين نرد لربع في الاستديو. هلا بالربع هلا بالربع شكرا لك دانا على هذه التغطيه والاستاذه كانت ايضا هذه المعلومات فعلا تفيد كل بنت وشاب في نفس الوقت انه يحقق طموحه بمختلف المجالات وصلنا للختام يا عبد الله يعطيكم العافيه على تواجدكم كضيوف اللي في حلقه اليوم وايضا للشباب والبنات اللي كانوا يتابعون حلقه اليوم في النهايه بس تعليق بسيط على موضوع بدايه الحلقه انا ما كنت اقصد ان اللوم على الطلبه والطالبات في مجال المواقف لكن انا كنت اقصد التعاون ما بينهم لان ما قاعد نلقى حل صحيح. فقط لا غير نشوفكم على خير وصلنا حلقاً. لهذا الختام شكرا على نفس الموعد مع السلامه في امان الله الربع